هذا الاقصاء هذا اللي صراحه ما كناش نستاهلوه بحكم المسيره الكبيره اللي قمنا بها في التظاهره هذه، ولكن قدر الله ما شاء. عملوا ماتش كبير والحمد لله الماتش انتهى على خير، واحنا حبايب وطلعنا الحمد لله كسبانين، بس هم عملوا جيم كبير النهارده وما يستحقوش لو ما يخسروا. يا ابو دور نصف نهائي.